التتبيله ديال رونالدينو. كيمر هذه محاوله مراد حديوش نادي عمال، والهدف الرابع، الهدف الرابع لأكيد نجوم العالم ومنتخب وأصدقاء رونالد حديود. إذن كيتمكن من تسجيل الهدف، لاحظوا الطريقة، طريقة جميلة باش سدد وسجل اللاعب مراد حديود. كاين هناك تسلل بتاتا، لاحظوا يعني رفع الكرة بطريقة جميلة وبالتالي تعانق الشباك. ده الهدف الرابع